المستحيل ليس مغربيا على الإطلاق، المستحيل ليس عربيا. أعتقد أن دي المرة الأولى لمنتخب أفريقي وعربي يصل إلى دور نصف النهائي في كأس العالم، وأعتقد دي المرة الأولى والأخيرة اللي أطلع فيها أقدم برنامج وأنا مش لابس البدلة بتاعتي. لكن الحقيقة المغرب تستحق أن كل الناس تفرح لها. النهاردة الناس كلها كانت بتشجع المغرب، النهاردة الناس كلها كانت بتحضن بعض وبتبوس بعض. إحنا حتى الزملاء هنا من جنسيات مختلفة، من بلدان مختلفة، ما تعرفش تقول مين مغربي ومين مش مغربي. المغرب يصنع المستحيل، المغرب هو فخر العرب الحقيقي. المغرب في الدور قبل النهائي يا جماعة، المغرب في الدور قبل النهائي في كأس العالم. احنا مش بنتكلم على كأس أفريقيا، مش بنتكلم على بطولة الأمم الأفريقية هنا وإن المغرب وصل للسيمي فاينال، لا حضرتك احنا بنتكلم على أول كأس عالم في منطقة الشرق الأوسط، أول كأس عالم بتنظمه بلد عربي مسلم، أول كأس عالم في منطقتنا العربية، أول كأس عالم يحضروا الناس الغلابة اللي نفسهم يشوفوا نجوم العالم كلهم موجودين. لكن احنا أصبح عندنا نجوم عالم تانيين خالص، اسمهم حكيم زياش وأشرف حكيمي وياسين بونو، وعندنا مدرب عالمي اسمه الرجراجي. ألف مبروك لمنتخب المغرب، ألف مبروك للشعب المغربي، ألف مبروك لكل الناس اللي بتحب الكرة واللي ما بتحبش الكرة في العالم العربي في كل حتة. كانوا النهاردة من أول البطولة ورا المغرب، النهاردة المغرب بترفع الراس. الحقيقة إنجاز تاريخي، إنجاز عظيم جدا. الواحد مش مجهز اي حاجه، احنا غيرنا الحلقه كلها، كان في ترتيب تاني خالص، هنطلع نتكلم عن مصر والدولار والكلام ده، لكن لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب المغربي، اسود الاطلسي في نصف نهائي كاس العالم. وزي ما اصدقائنا واخواتنا المغاربه بيقولوا، مبروك علينا، هذه البدايه وما زال ما زال. مين كان يصدق في بداية أو قبل كأس العالم أن في منتخب عربي أفريقي هيوصل للدور قبل النهائي؟ طيب التوقعات في المغرب نفسها، هل كان حد بيتخيل في مجموعة فيها بلجيكا وكرواتيا وكندا، فيها وصيف بطل العالم النسخة اللي فاتت وفيها المصنف الثاني على العالم وفيها فريق كندا بسرعاته الكبيرة، أن المغرب هتطلع أول مجموعة؟ طب مين كان يصدق ان المغرب هتكسب اسبانيا يا جماعه في دور ال 16؟ طب مين كان يصدق ان النهارده كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز ورافائيل لياو وكل لعيبه المنتخب البرتغالي يقفوا النهارده يتفرجوا على المنتخب المغربي؟ الراجل المغرب جاله فرص النهارده اكتر من البرتغال. المغرب النهارده جالها 3 انفرادات وهي كسبانه 1-0 والبرتغال بتحاول تلعب ضغط عليها طول المباراه. انا متهيالي ما شفناش غير مثلا كورتين بونو تصدى ليهم، والحمد لله يعني ده ما حصلش، كناش عايزين اصلا كور توصل عند بونو خالص. لكن الحقيقه انجاز عظيم جدا. انا كمواطن مصري الحقيقه المغرب عوضتني ان منتخب بلدي مش موجود في كاس العالم. انا النهارده مغربي، انا النهارده مش مواطن مصري، انا النهارده مواطن مغربي لابس التيشيرت عليه علم المغرب، والحقيقه فخور جدا وانا لابسه، وفخور جدا ان انا النهارده واخد الشرف ده زي جمهور المغرب كله، زي ابناء المغرب كله. احنا النهارده كلنا مغاربه، النهارده كلنا فخورين جدا بالانجاز العظيم. يحق لكل مواطن عربي مسلم وغير مسلم ان هو يفخر ان في منتخب عربي افريقي وصل دور قبل النهائي في كأس العالم في قطر 2022. في اليوم الاول للبطوله عملنا معاكم حلقه وقلت لكم ايه رايكم في اداء العرب، لكن الحقيقة النهاردة السؤال الرئيسي مفيش سؤال، هو وجه رسالة للمنتخب المغربي العظيم بعد وصوله الدور قبل النهائي في كأس العالم قطر 2022. كل واحد يدخل يتكلم باللي يعني يجي معاه، شوف انت عايز تقول لهم ايه، عايز توجه رسالة للعيبة تمام، عايز توجه رسالة للمدرب تمام، عايز توجه رسالة للجمهور المغربي. الحقيقة انا قلت الكلام ده يوم ماتش اسبانيا وبقوله تاني النهاردة، انا بتفرج على مباراة في قطر كأن الرجاء بيلعب أو الوداد اللي بيلعب. الجمهور المغربي النهاردة في المدرجات كأنك بتلعب في المغرب بالظبط. سير اللي هي خلاص كلنا حفظناها وبنحاول نتعلمها معاهم ونقولها معاهم بنفس الرتم، خلاص تحس ان انت بتلعب في المغرب. فالحقيقة التحية للجمهور اللي موجود النهاردة في الدوحة، سواء جمهور مغربي أو جمهور عربي كان بيساند هذا المنتخب الكبير. زي ما قلت الاتصالات مفتوحة من دلوقتي لحضراتكم، اللي يحب يشاركنا ابدأوا دلوقتي، يا ريت الزملاء يطلعوا أرقام الاتصالات على الهاتف. والناس اللي هتفتح لأول مرة هتلاقيني لابس اللبس ده ومستغربين هي فين البدلة. أنا النهاردة زي ما قلت مواطن مغربي، شفت مين في الزملاء معاه أي حاجة ليه علاقة بالمغرب فلقيت هو ضيق عليا شوية أنا مش عارف أقفله، تمام مش مشكلة، لكن طالعين بلبس المغرب النهاردة بعلم المغرب بشعار المغرب، لأن الحقيقة المغرب هي شرف لكل مواطن عربي زي ما قلت النهاردة. أنا والله مش مرتب حاجة،
بس الواحد فرحان جدا وسعيد جدا ومبسوط جدا. زي ما قلت لكم كنا بنحضن بعض قبل المباراة، اولا لان الكوره حلوه، اللي بيشجعوا كوره اكيد هيتبسطوا ان منتخب مغربي وعربي وافريقي بيوصل قبل النهائي. بس في بعد تاني مهم قوي، احنا شعوبنا جعانه فرحه، احنا محتاجين نفرح حتى لو في الكوره، احنا محتاجين نتبسط، محتاجين نصرخ من الفرح، محتاجين نحس ان احنا بننتصر. في فيديوهات طلعت لطيفه قوي بيقول لك خلاص احنا كده يا جماعه عدينا مضيق جبل طارق والاندلس، مساله يعني استعدت الاندلس ما هي الا مساله وقت، كسبنا اسبانيا والبرتغال، طب عايزين ايه؟ المغرب كده سيطرت وماله؟ اللي عايز يروح للبعد ده ويتخيل ويسرح بخياله وماله؟ كان في مواجهات تاريخيه وكان في مجازر ارتكبت في الاندلس. مش عايز اركب الكوره اكتر يعني احملها اكتر مما تحتمل، لكن انا قصدي ان الشعوب دي محتاجه تفرح، كل واحد بيفرح بطريقته، لكن انتوا حقكم النهارده ان انتوا تفرحوا ان في منتخب عربي افريقي وصل دور قبل النهائي في وسط بطولة كان الكل بيحتقر فيها المنتخبات العربية وبيحتقر فيها التنظيم العربي، وجايين بيتعالوا علينا في قطر في الدوحة والصحافة بتاعتهم بتهاجم. النهاردة الكل يخرس ويتكلم بس عن المنتخب المغربي، النهاردة كل وسائل الإعلام الألمانية وهنا في بريطانيا وفرنسا محدش يتكلم على أي حاجة غير انتصار المنتخب المغربي، غير وصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022 للمرة الأولى في التاريخ كأول فريق أفريقي وعربي يصل لهذه المرحلة. خليني أرحب بضيفي عبر سكايب من باريس الصحفي الرياضي المغربي محمد بن يحيى. محمد أهلا بك. أهلا بك دكتور، تحية مبروك. تحية ليك وتحية للجمهور العربي المسلم من طنجة إلى جاكرتا. اليوم فرحة لا تصور، يعني دموع الفرح يعني خلتنا ما نقدروش حتى نعبروا اليوم، يعني هذا إنجاز تاريخي عالمي. كنا كما يقول الوليد الرقراقي من حقنا نحلم، واليوم الحلم يتحقق يا أخي، الحلم يتحقق للعرب للمسلمين في كل مكان. يعني كما قلت كان يحتقرون، كان يعتقدون أن الكرة العربية أو الفرق العربية ستشارك من أجل المشاركة وبعد ذلك ستغادر. اليوم المنتخب المغربي حاضر في نصف النهائي، هل هذا حقيقة أو حلم؟ ممكن أنه حقيقة تحقق اليوم. برافو أسود الأطلس، برافو أسود العرب. صراحة لازلت يعني ما أعتقد أن نحن في الدوميفينال، يعني هو الحلم أو حقيقة ما زال تصور بين الحلم والحقيقة، ولكن الحمد لله أسود الأطلس التهموا كل من كان يحتقر العرب والمغاربة. المغاربة كما يقولون في الوقت اللي يعني تنتظر منهم الشيء الكثير تلقاهم في المكان. تحياتي للأسود الأطلس دكتور. محمد مبروك، ألف مبروك ليك ولكل محبي المنتخب المغربي ولي أبناء الشعب المغربي والحقيقة أبناء كل الشعوب العربية اللي كانت النهاردة بتشجع منتخب المغرب وكأنه منتخب بلدها. أنا قلت والله أنا دي أول مرة أطلع من غير اللبس يعني اليونيفورم بتاع الاستوديو، لكن أنا فخور أن أنا لابس لبس المنتخب المغربي وعليه شعار المنتخب المغربي لأنه فخر لكل حد النهاردة كان بيشجع المغرب الحقيقة، وهي فخر العرب الحقيقي. لو تكلمني عن الأجواء عندكم في باريس محمد. والله أنا الآن بعد منذ لحظات سألتحق بشانجليزي من أجل احتفال رفقة أبنائي. أبنائي انتظروا هذه اللحظة أكثر من 24 سنة، وأنا كنت محظوظ يعني حضرت 86 في الدور الثاني وكانت حفل يعني حفل مغربي عربي كبير. اليوم ولله الحمد اليوم بعد لحظات سأكون في شانجليزي براية وطنية اللي هي من ورائي رفقة أبنائي ورفقة الجالية العربية الإسلامية، سنحتفل جميعا. ما فيه مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا يماني ولا سوداني ولا سعودي ولا، كلنا اليوم عرب مسلمين. هذا الإنجاز يتحقق لجميع العرب ولجميع المسلمين، يعني عشنا على الأعصاب حقيقة، عشنا على الأعصاب، ولكن أسود الأطلس هم أسود يعني لا يمكن أن يلتهمهم أي أحد. والآن أصبحنا نطمح إلى الشيء الكثير، الشيء الكثير. احنا نصف النهائي يعني
ربعة فرق العالم ومن ضمنهم المغرب، غادرت البرازيل وإسبانيا وبلجيكا وسادت العالم، وبقي المغرب شامخ في قطر. يعني بوجود المغرب في نصف النهائي يبقى أن كأس العالم ناجح 200% للدولة الشقيقة قطر، اللي صراحة يعني بدون، كما قلت لك في السابق أخي، يعني بدون المغرب في كأس العالم أو فريق عربي في أدوار متقدمة يبقى أن كأس العالم شوية ناقص. ولكن اليوم ولله الحمد قطر نجحت في التنظيم، والمنتخب المغربي هيأ الأسود وألتهم الجميع، والباقي يأتي إن شاء الله. بالتأكيد هو نجاح لكل العرب بطولة على مستوى التنظيم وحتى على مستوى اللعب محمد، لكن خلينا أسألك إيه اللي وصل المغرب لهذا المستوى في الأربعة الكبار؟ بين الأربعة الكبار ثالث فريق يصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم، أول مرة في التاريخ فريق أفريقي وفريق عربي يصل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم. نعم أخي دكتور، يعني صراحة أول مرة في تاريخ أفريقيا والعرب والمسلمين نصل إلى هذا الإنجاز العالمي. لكن يا أخي يعني الأمور لم تأتي صدفة، الأمور لم تأتي صدفة، الأمور كانت يعني بعمل كان جيد لرئيس جامعة كرة القدم المغربية السيد فوزي لقجع. السيد فوزي لقجع راهنت عليه. طيب يبدو ان يعني محمد بن يحيى جاله اتصال. على كل حال على تويتر دلوقتي كل الناس بتتكلم عن انتصار المغرب. عايز اقول لكم انه بيرس مورغان المذيع البريطاني الشهير كتب تغريده باللغه العربيه منذ قليل، قال هذا المونديال احسن مونديال في التاريخ مع هاشتاج مونديال قطر 2022. تغريده في 18 دقيقه عامله 7000 لايك و2300 ريتويت وحوالي 1000 تعليق. هناك حاله غير طبيعيه موجوده دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس مش مصدقه في حاله ذهول. انا زي ما قلت لك في ناس بتطلع تنظر وتقول لك يا عم دي كوره، لا مش كوره، احنا شعوب غلبانه، احنا شعوب محتاجه تفرح، احنا شعوب محتاجه تحس انها بتنتصر في اي حاجه. انتصار المغرب على اسبانيا والبرتغال، قلت لك ان في ناس خدت الموضوع في زوايا تانية براحتهم، اللي عايز يتكلم على الزوايا دي يتكلم، لكن هو انتصار فعلا حقيقي للشعوب المقهورة اللي ملهاش يعني نصيب انها كانت تفرح. المغرب النهاردة بيحقق الحلم لملايين العرب حول العالم. ارجع لك مرة تانية محمد، ويعني كنت بتكمل في إجابة سؤال ايه اللي وصل المغرب لهذا المستوى انها تكون بين الأربعة الكبار في كأس العالم. رجل عظيم هو اسمه فوزي لقجع. فوزي لقجع راهنا عنه يعني من 2013، يعني كان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وقبل أن يكون رئيس جامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان رئيس فريق نهضة بركان. انتشل هذا الفريق من القسم الوطني الثالث إلى القسم الثاني إلى القسم الأضواء، وبعد ذلك في ظرف وجيز أصبح فريق نهضة بركان بطل إفريقيا، بطل سوبر إفريقيا. في ظرف 7 سنوات لعبنا 7 نهائيات وربحنا 5 نهائيات يعني على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد المحلي. وبعد ما تنبأنا له من لهذا الرجل أن يكون كرئيس جامعة كرة القدم لم يخيب ظني أنا شخصيا وظن المغاربة قاطبة، وكانت ثقة صاحب الجلالة محمد السادس في هذا الرجل يعني صراحة كانت ثقة وإنسان في أهل الثقة. أصبح يعمل يعني ليس ذلك العمل العشوائي، يعني بدأ من إنجازات ملاعب كثيرة 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 في المغرب، وبعد ذلك أنشأ مدارس كروية للفئة الصغرى إلى 20 سنة، وبعد ذلك أصبح الآن النتائج نراها، وهو المنتخب المغربي يعني، وهذا حلم أو حقيقة. المنتخب المغربي اليوم في نصف النهائي يمثل العرب وإفريقيا. هذا الرجل أصبح قوي في الكرة على الصعيد الوطني، نعم، على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد العالمي. هو
عضو في الفيفا، عضو في الاتحاد العربي، ثاني رجل في الاتحاد الإفريقي. يعني أينما حل وارتحل هذا الرجل كان عمله، لأنه أتى من مدينة اسمها بوركان، ومن جبل بني زناسن، ومن مدينة تافوغات التاريخية. ولهذا نحيي هذا الرجل. هذا ما وصلناه اليوم، هو هذا هو العمل يعني القاعدي، ليس عمل كما يقال أن نشارك أو نفوز كما قلت على الأرجنتين ونفرح. اليوم فزنا، تعادلنا مع كرواتيا، فزنا على بلجيكا، فزنا على إسبانيا، اليوم نضيف البرتغال، فهذا ليس بحظ. ممكن هناك بعض الأوروبيين سيقولون هذا حظ، ولكن خاب ظنهم، خاب ظن المنتقدين، لا لدولة قطر الشقيقة ولا للمنتخبات العربية. شكرك، شكرا جزيلا محمد بن يحيى الصحفي الرياضي المغربي، مبروك ليك مرة تانية ولأبنائك ولكل أبناء الشعب المغربي. نتحول إلى المغرب، ينضم إلي عبر الهاتف مصطفى عماية الصحفي المغربي. مصطفى أهلا بيك وألف مبروك. طيب حتى ينضم إلينا مصطفى عماي، خلينا نروح كده نشوف بطل من طيب رجع لنا مرة تانية الصحفي مصطفى عماي الصحفي المغربي، بينضم إلي عبر الهاتف. مصطفى أهلا بيك وألف مبروك. مبروك لنا جميعا، ومبروك للأمة العربية والإسلامية والقارة الإفريقية بهذا الإنجاز العظيم الذي المنتخب فرحة للشعب المغربي وللشعوب العربية والإسلامية وللأفارقة، وهذا إنجاز يعني لم يكن متوقع من البداية. الرقراقي ومجموعته وكتيبته خلقت الحدث اليوم وصنعت تاريخا جديدا سيبقى راسخا لدى الأفارقة والعرب والمسلمين. محمد يعني لو أو مصطفى عفوا لو تضعني في يعني صورة المشهد في الشارع المغربي الآن. مشهد يعني لا يتصور، يعني الشعب المغربي أنا الآن في مدينة مراكش، المواصلات توقفت في الشوارع، الشعب المغربي خرج قاطبة عن بكرة أبيه بهذا الإنجاز التاريخي اليوم. مصطفى يعني لا يمكن أنه بأكملها الشعب المغربي خرج، وكل في جميع الدول العربية وفي العالمين ما تواجدت الجالية العربية والجالية المسلمة والجالية الإفريقية. طيب مصطفى خلينا سألك يعني إيه اللي وصل المغرب لهذا المستوى العالمي إنها توصل كأول فريق عربي وأفريقي للدور قبل النهائي في كأس العالم؟ أولا الروح الوطني حضرت لها ولمجموعته، يعني شاهدنا يعني لاعب المنتخب يتحملون رأيهم لإكمال المباراة الى اخرها، يعني الوطني حاضر لديهم يعني خمس نجاح للعرب وللمسلمين وللافارقه، وكما قال الركراكي ديروا غير النيه والكل ان شاء الله وربنا يكتب بخير ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا مصطفى عماي الصحفي المغربي، كنت معي عبر الهاتف من المغرب. الحقيقة صور كتير وفيديوهات كتير أصدقاء بدأوا يعني يبعتوها من الشارع في المغرب، صور الاحتفالات المغاربة وكل العرب الحقيقة اللي كانوا وراء المنتخب المغربي. هنحاول ان احنا على مدار الحلقة اعرض لكم صور من احتفالات الشارع المغربي، حتى يمكن تجي لنا صور هنا من بريطانيا في بعض الميادين في لندن. ايضا دلوقتي في مشجعين مغاربة وعرب بيملأوا هذه الميادين. خلينا رحب بضيفي ايضا من بيروت بلال فواز الصحفي الرياضي. بلال أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. مبروك للمنتخب المغربي الوصول لنصف النهائي لأول مرة، يعني لو تكلمني عن مشاعرك بهذا الإنجاز الكبير. ديما المغرب لا شك ما يحصل مع المنتخب المغربي مفخرة لكل واحد فينا، بعيدا عن أنه مغربي إنما العرب. اليوم العرب ممثلين وممثلين بقوة، كان عندنا 4 منتخبات بالمونديال بقي منهم واحد، والحمد لله هذا الواحد مستمر. ما يحصل مع المنتخب المغربي أي أبدا مش من وليد الصدفة، منتخب مغربي كان بمجموعة تعتبر كانت المجموعة الحديدية، لدرجة أنه المدرب السابق للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش يمكن أقيل على بسبب هذه الكلمات، قال شوفيني أعمل بمجموعة فيها ثاني العالم وأيضا وصيف بطل العالم، المصنف ثاني على العالم وصيف بطل العالم، أنا شوفيني أعمل. اليوم
إجا المدرب وليد الركراكي، هذا المدرب المحلي، المدرب اللي يمتلك الكثير من الحيوية، يمتلك الكثير من التكتيك، يمتلك الكثير من الفكر الفني اللي ما بتقل عن أي مدرب عالمي. إجا وبنفس المجموعة اللي كانت معه للمدرب أوجد فيهم الروح، أوجد فيهم التنظيم أكثر، أوجد فيهم اللعب للكنز، وأوجد فيهم أهم شيء الحلم. سمعنا المدرب وليد الركراكي بمؤتمر صحفي تحديدا بعد مباراة المنتخب الإسباني، سألوا قال لهم أنا ما طلبت شيء، طلبت من اللاعبين فقط أن يحلموا، لأنه إذا ما كان عندنا حلم ما بنقدر نوصل لأهدافنا، وهذا الشيء اللي صار اليوم. الحلم مستمر، الحلم تحول إلى حقيقة. المنتخب المغربي اليوم كنت من شوي عم بحكي شغلة أنا، أنه المنتخب الذي فاز على المنتخب البلجيكي وتعادل مع منتخب كرواتيا اللي هو أصبح بالدور نصف النهائي وأخرج منتخب إسبانيا، قادر بكل سهولة أنه يخرج المنتخب البرتغالي، وهذا الشيء اللي صار. لا بالعكس، اليوم بتكتيك المدرب الركراكي على أرض الملعب شفناه عم بينظم وسطه ومنظم دفاعه، وعنده جرأة أكثر أنه يهاجم، لعب للهجوم، لعب على الأطراف، استفاد من المصيري بالكرات العرضية. هذا التكتيك فاجأ كثير البرتغاليين. اليوم المنتخب البرتغالي موجود على أرض الملعب نعم، إنما المفاتيح الأساسية بهدول باللاعبين الموجودين، باللاعبين البرتغاليين، بنعرف إنه فيهم الكثير من اللاعبين الموهوبين وهن نجوم بمنتخب بفرقهم العالمية. اليوم لم نرى حضور كبير لبرونو فرنانديز، شفناه عم يرجع على منتصف الملعب لا يقدر يستلم الطابات. اليوم رونالدو نعم المدرب لم يشرك منذ البداية، وهذا شيء يخص المنتخب البرتغالي، إنما اللاعب برونو غونزالو راموس اللي شفناه هلا الإعلام أنه سجل هاتريك بالمباراة السابقة وهو بديل لرونالدو، اليوم لم نراه أبدا. لياو صحيح نزل، إنما اليوم المنتخب المغربي يلعب كمنظومة، وهذا الشيء الجديد اللي أوجده المدرب وليد الركراكي، يلعب كمنظومة لعب، كل اللاعبين عم يلعبوا واحد للكل. الروح على أرض الملعب، يعني عم نسمع يمكن أخوه لسفيان مرابط اللاعب المغربي ذكر أنه أخوه أخذ أبر فيتامينات لحتى يدله موجود، يعني بالمباراة السابقة كان عم يلعب أو ركض أكثر من 16 كيلو وهو مرهق. لا الأدرينالين كان عنده عالي اليوم لحتى يلعب ويقدم كل شيء. اليوم لم يبخل أي لاعب من المنتخب المغربي بنقطة عرق واحدة، لأنهن عارفين عم بيسطروا الإنجاز لمنتخبهم، لبلدهم، لجمهورهم، لشعبهم، والأهم من ذلك للشعب العربي كله اللي هو خلف المنتخب المغربي. وهذا ما لمسه لاعبو المنتخب المغربي بعد التأهل التاريخي للمنتخب إلى الدور ربع النهائي، شفنا الفرحة العربية كيف كانت، وهذا الشيء وصلوا للاعبين، وهذا الشيء اللي أعطاهم الحضور، أعطاهم الروح، وأعطاهم المزيد من الإصرار على كتابة التاريخ. اليوم المنتخب المغربي أول منتخب عربي وأول منتخب أفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي، هذا الشيء ما كنا نشوفه سابقا، كنا نلعب لمجرد المشاركة أو لشرف المشاركة، لا اليوم عم نلعب للمنافسة، وهذا الشيء الجديد ما اكتسبه اللاعبون المغاربة من خبرات كبيرة بلعبهم للدوريات الأوروبية اليوم يتجسد على أرض الواقع. اليوم إجا المدرب وليد الركراكي وجسد ما حمله هؤلاء اللاعبون، استفاد منه لحتى ينظموا ويستفيد منه على أرض الملعب. طب هؤلاء اللاعبين عم يلعبوا ضد نفس اللاعبين مع فرقهم، شو المانع أنهم يلعبوا اليوم مع منتخبهم وعم بيقدموا ويعطوا كل شيء؟ اليوم ياسين بونو هو الحارس العملاق، هذه المباراة الرابعة اللي بتكون كلين شيت للحارس ياسين بونو، وعم نشوفه أيضا هو أصلا متألق مع نادي إشبيليا. اليوم هذا التألق مستمر مع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي بوجود لاعب مثل حكيمي اليوم، ووجود لاعب مثل مزراوي، اليوم نصير مزراوي غائب، لكن بالمباريات السابقة شفناه وين كان عم يلعب، لأنه اللاعب نصير المزراوي كان عم يلعب على الجهة اليسرى، وهو عم يلعب مع أياكس أمستردام سابقا وانتقل لبايرن ميونخ كلاعب جهة يمنى، عندما لضرورات أو لغياب اللاعب الأساسي على الجهة اليسرى استعان فيه المدرب الركراكي على الجهة اليسرى، وشفنا المستوى اللي قدمه والعطاء اللي أعطاه للمنتخب المغربي على الجهة اليسرى، وبالعلم أنه هذا مش مركزه، إنما
ما 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 الروح التي جسدت شفناها على أرض الملعب. طيب بلال، أنت الحقيقة ذكرت كذا مرة، أكتر من مرة يمكن في الدقيقتين أو الثلاثة اللي فاتوا، اسم وليد الرجراجي المدرب المغربي العظيم للحقيقة تسلم يعني تركة ثقيلة بعد رحيل المدرب السابق، ولكنه يعني صنع منتخب عظيم جدا وصل لقبل النهائي. تعالوا نشوف مع بعض معاك بلال ومع السادة المشاهدين مين هو وليد الرجراجي اللي أوصل المغرب لنصف نهائي كأس العالم. نشوف مع بعض كده بعض المعلومات عن وليد الرجراجي بطل المغاربة الأول. هو مغربي ولد لأبوين مغربيين مهاجرين في فرنسا، من مواليد سبتمبر 75، عمره فقط 47 عام، ربنا بارك في عمره. يعني لعب في فرق عديدة بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية، لعب ظهيرا أيمن لمنتخب المغرب في 45 مباراة دولية، درب الفتح الرباطي 6 سنوات، قاده للقب كأس العرش في 2014، وفاز مع الفتح الرباطي بالدوري المغربي لأول مرة في تاريخه في 2016، ثم انتقل لتدريب الدحيل القطري في 2020، وقاده أيضا للقب الدوري القطري، ثم انتقل لتدريب الوداد المغربي وحقق لقبي الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا في 2022. عين مدربا للمنتخب الوطني المغربي في 31 أغسطس 2022، يعني من أشهر قليلة، وصعد بالمغرب أول مجموعة متفوق على بلجيكا، على كرواتيا، على كندا، قاد المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في التاريخ، وما لحقناش نضيف أنه قاد المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ العرب وإفريقيا. لكن الجزء الأخير يعني فريق الإعداد حب يربط القصة بمصر شوية، أنه بيتقاضى شهريا 60,000 دولار، وده تقريبا كان تلت راتب مدرب المنتخب المصري. أرجع لك بلال مرة ثانية، حكاية نجاح الحقيقة هتدرس في كتب التاريخ، هتدرس ازاي منتخب مغربي مدرب، منتخب مغربي شاب عنده 47 سنة وقدر يقود المنتخب المغربي في خلال أشهر قليلة انه يعمل هذه التوليفة من اللعيبة. وشفنا ازاي اللعيبة بتحترمه، ياسين بونو وهو بيتكلم معاه في المؤتمر الصحفي، أشرف حكيمي وهو بيثني عليه في المؤتمر الصحفي. ايه رأيك في تجربة وليد الرجراجي؟ يعني أنا كنت عم أقول لك شغلة، أنه المدرب وليد الرجراجي عندما أتى صنع المنظومة، هذا اللي أنت عم تحكيه هي نتيجة هذه المنظومة، حبب اللاعبين ببعض. يعني شفنا المدرب السابق وحيد خليل لوزيتش، كان هناك بينه وبين اللاعب المغربي حكيم زياش مشاكل عديدة، لدرجة أنه رفض أنه يستدعي للمنتخب وقال يا أنا يهوي. اليوم ذهب خليل لوزيتش وأدى الرجراجي وأتى بحكيم زياش. حكيم زياش هو القائد الثاني للمنتخب، حكيم زياش هو رئة من 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 رئتي المنتخب المغربي. الشيء اللي عم نشوفه على واللي عم يتجسد اللي انت قلته، حب اللاعبين لبعض، هذه نقطه، حب اللاعبين لبعض. النقطه الثانيه طموح اللاعبين، حلم اللاعبين اللي طلبوا منه وليد الرجراجي، هون النقطه، حلم اللاعب، حلموا انتم قادرين، انتم ابدا لستم نقصاء عن اللاعبين الاوروبيين، انتم اصلا عم تلعبوا بالدوريات الاوروبيه الكبيره، حلموا انكم تبعدوا. ونتيجه هذا الحلم شفناه، لا المدرب زرع فيهم هذه الروح. شفت بتشوف اللاعبين كيف عم بيقاتلوا. يعني هناك لقطه اليوم بالمباراه كان هناك اعتراضات من بعض اللاعبين المغربيين على بعض صفيرات الحكم، وهذه شفناها بالشوط الأول تحديدا. كان عم بعيط من برا وليد الرجراجي، ركزوا على المباراة، ما تظهروا برات، خلوا الفوكس عندكم على المباراة. إجا عنده حكيم زياش كمان طلب منه التركيز على المباراة. نتيجة هذا الشيء اليوم من يستطيع أن يقوم بهذه الأمور في خلال 3 أشهر؟ من غير المدرب المحلي، المدرب اللي بيفهم عقلية اللاعبين المغربيين، اللاعبين المحليين بيعرف كيف يتعامل معهم، بيعرف كيف يمس روحه، والأهم من ذلك مدرب وطني عم يلعب لتاريخ بلده وأيضا عم يلعب لتاريخه. نتيجة هذا الشيء هون هذه الأمور اللي كانت تنقص المنتخب المغربي في السابق ووجدوها ضالة موجودة في وليد الرجراجي. هذا يدرس، نعم يدرس لجميع المنتخبات، لجميع الاتحادات، ثقوا بمدربيكم المحليين، هناك خبرات كثيرة لا تنقصنا أبدا عن المدربين الأوروبيين. مش الهم أني أجيب مدرب أوروبي اسم كبير بيأخذ معاش كبير لا يدرب الفريق أو يدرب المنتخب، لا، اليوم أنا بدي أزرع الروح، بدي خلي حب الانتماء موجود بين اللاعبين، بدي أعطيهم الثقة. طالما أنا أعطيت اللاعب الثقة وهو عنده المهارة
اعطيته خليته اعطيت له المجال لحتى يقدر يبرز. هذا اللاعب رح يبرز، رح يرفع اسم الوطن، رح يرفع اسمه، وايضا رح يرفع اسمي انا كمدرب، اني عم حقق نتائج، عم بكتشف لاعبين، عم بكتشف مواهب، عم بكتشف لاعبين صغار. كل هذه الامور تكتب للاعبين، تكتب للمنتخب، تكتب للوطن، تكتب للمدرب. هون التاريخ يجسد نفسه. لا، تجربة وليد الركراكي نعم تدرس وستدرس. طيب، وسيظل يحكى بها حتى هنرجع نتكلم عن التجربة بتاعت وليد مرة تانية. بلال خليك معايا، لكن بينضم إلي أيضا من المغرب كابتن حميدة أبو صحابة، لاعب المنتخب المغربي السابق. كابتن حميدة أهلا بيك وألف مبروك. أهلا وسهلا ومبروك علينا جميعا، مبروك على الدول العربية، ومبروك على إفريقيا، ومبروك على سيد نصر الله صاحب الجلالة اللي أعطى كثير للرياضة بصفة عامة في المغرب، وبالأخص كرة القدم. كما وأني رئيس جامعة سيد فوزي رجع، الذي بصراحة أنه جعله ثقة في المدرب الوطني، واللي الحمد لله أعطى نتيجة، واللي جمع شمل جميع اللاعبين كما في علم الجميع على أنه المدرب خارج الوطن، فبصراحة مشاكل تخلقها ما بين اللاعبين. ولكن الحمد لله المدرب المقتدر في الركراكي جمع ما بين اللاعب، واللي خلق أسرة واحدة، واللي خلق فيهم الروح الوطنية. فهذا شرف لنا وأتمنى لجميع الفرق العربية أي الوطنية فيأخذوا واحد درس من المغرب. لهذا أتمنى لجميع العرب أنه يظهروا في الإطار ديال البلاد، لأنه إطار وطني، فهو لتي فهم العقلية ديال كل اللاعب، لأنه سير الركراكي مغربي، فلهذا عرف كيفاش يمشي مع اللاعبين، عرف كيفاش يجمع أسرة واحدة. طيب ابقى معي كابتن حميدة، ارجع لك مرة تانية، لكن خلينا نروح الى ملعب المباراة اللي شاهد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي، اول فريق عربي وافريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم. بينضم الي من هناك الكابتن ناصر صادق. لسه كابتن ناصر مش معنا. طيب لحد ما يجهز الكابتن ناصر صادق هنروح له في الملعب. كابتن حميدة ارجع لك مرة تانية، هل كنا نحلم يوما ما ان منتخب عربي افريقي هيصل الى نصف نهائي كأس العالم؟ شاهدنا الفريق الوطني المغربي، وكما في السابق صرحت على انه سننتصر على البرتغال ونمشي نصف النهائي، فالحمد لله هذا حلم يحلمه اي فريق وطني باش يوصل له، ولكن اتى الدور ديال الفريق الوطني المغربي، والطموح حق مشروع لأي فريق وطني، حق مشروع. فلهذا نتمنى من أعماق قلبنا أنه جميع كما صرحت به في السابق جميع الدول العربية، فهذا شرف لنا ماشي كمغاربة فقط بل كعرب، لأن احنا ننتمي للعرب وننتمي للقارة الإفريقية. فهذا ما أتمناه، لأن جينا نشوفه أو نرجع للوراء الفريق المصري مثلاً، كان المصري يضربه بالمثال، فله لاعبين كبار، ولكن على اقتراح أنه المدرب اللي هو وطني من الأحسن، لأنه أول جيب أخذها المغرب فأعطى الأكل دياله. فأتمنى أن جميع الدول العربية، لأنه أنا عربي مسلم انتمي الى الدول واتعاطف مع جميع الدول العربيه بكل صدق، لان رياضي قبل ان اكون سياسي، فانا يا اللي ناكد عليه فبكل صدق انه تتلقى فريق مصري محمد صالح اللي هو كما نقولوا الجوهره ديال الاخر ما نلقاوش في المونديال، فلهذا اعاده النظر في المسؤولين، لأن عندنا مسؤول كبير الحمد لله اللي هو عنده دراية في اللعبة، واللي عنده دراية
كثير ديال الجميع الكره المغربيه. هذا شرف لنا كمغاربه وكعرب، لنا الحمد لله الشيء اللي وصل للمغرب، ولا تنبغي نوقع بدون الخطر لجميع مسؤولي الدوله اللي بكل صدق انه هذا نكسب لاخواننا القطريين والمسؤولين القطريين ونكسب للعرب. واتمنى فرق اخرى ان شاء الله عربيه للانجاز اللي خلق المغرب يزيدوهم ويزدادوا، لان احنا دائما العرب يعتبروننا الاوروبيه هم اللي خلقوا كره القدم، ولكن جاء المغرب الحمد لله جاء الدور ديال المغرب اللي غادي يعطيو اهتمام كبير للدول العربيه والدول الافريقيه. أشكرك شكرا جزيلا كابتن حميد أبو صحابة اللاعب الدولي المغربي السابق، كنت ضيفي عبر الهاتف. أيوة، هو انتصار كبير للكرة العربية، هو انتصار على غطرسة الدول الأوروبية وعلى التناكة والتنطيط اللي كانوا جايين بيه كاس العالم. الحقيقة حط ايدك على بقك واعمل مش عارف ايه واصله بيعملوا كذا وبيسووا كذا، عشان التنطيط اللي كانوا طالعين فيه للدول الاوروبية اللي منها بريطانيا واسبانيا وفرنسا والمانيا وكل الدنيا يعني. الحقيقة فالمغرب في نصف النهائي يا جماعة، المغرب في نصف النهائي والمانيا خرجت من الدور الاول، المغرب في نصف النهائي بعد ان اقصت بلجيكا واقصت اسبانيا ومن شويه الحمد لله البرتغال. ده المنتخب المغربي، يحق له ولنا وللجميع ان نرفع رؤوسنا جميعا بهذا المنتخب، ان نفخر بهذا المنتخب. والحقيقه لما الرجراجي كان بيقول في مقابله تقريبا بعد ماتش مش فاكر اسبانيا ولا بلجيكا، انه يعني كاس العالم مش كاس العالم، قال احنا ليه ما نحلمش يا جماعه، احنا مش اقل من حد، طب ما نحلم ان احنا ناخد كاس العالم. احنا في نصف النهائي، المغرب في نصف النهائي، ايوه الحلم دلوقتي موجود على بعد خطوتين بس، ليه لا؟ ليه لا؟ ليه المغرب ما تكسبش انجلترا او فرنسا اللي هيلعبوا كمان شويه في نصف النهائي، ونلاقي المغرب في النهائي ونطلع نقول اول منتخب عربي وافريقي يصل للمباراه النهائيه؟ ليه المغرب ما تكسبش بعد ما تصل الارجنتين او كرواتيا ونطلع نقول المنتخب المغربي اول فريق عربي افريقي يفوز بكاس العالم في قطر 2022؟ خلاص الحلم بقى قريب على بعد خطوتين، صدقوا في نفسكم، صدقوا في قدرات هذا المنتخب الكبير اللي الحقيقه المشاهد اللي من اول البطوله بتقول ان في روح مختلفه. وانا يمكن حكيت لكم ده في حلقه قبل كده، كل اصدقائي في المغرب، كل الصحفيين المغاربه بيقولوا النسخه دي من المنتخب المغربي مختلفه، نسخه غريبه فيها اعلاء لقيم كتيره جدا وفيها فخر بحاجات كتيره جدا، فيها اعلاء لموضوع قضيه فلسطين وعلم فلسطين، فيها اعلاء لقيمه العيله والفخر بالاباء والامهات، حتى لو كانت يعني المهن اللي بيمتهنوها كانت حاجه مش عارف ايه او الماضي فيه. اشرف حكيمي قال انا لا اخجل من ده، دول عيلتي ودي امي وانا فخور جدا، وبعد كل ماتش بيخرجوا. يمكن بعد شويه في بعض الصور للاعبين مغاربه النهارده بيحتفلوا مع امهاتهم، منهم بوفال مثلا مع والدته، الصوره دي منتشره بشكل مش طبيعي على كل الحسابات الغربيه حتى في تويتر. لو الصوره موجوده نطلعها والله، لان الصوره دي يعني انا بس في ثلاث صور، لو الثلاثه موجودين يبقى ممتاز جدا. دي صوره منهم الحقيقه وهو بيحتفل مع والدته في الملعب. يعني شوف كل الكلام الحلو اللي انت عايز تقوله ممكن تقوله على الابتسامة بتاعتهم، يعني حاجة بصراحة في منتهى الجمال اللي في الدنيا، ان هو بعد ما وصل قبل نهائي كاس العالم بيجيب والدته بتنزل الملعب وبيقف يحتفل معاها بالشكل ده. مش عارف الصورتين التانيين موجودين ولا لا لبوفال، طيب لما يجوا ياريت نعرضهم، لكن مشاهد الصور بتاعت لعيبة المغرب مع اهليها بصراحة مبهجة. يعني انت ممكن بس تفتح الصورة تخليها قدامك كده ربع ساعة تلت ساعة، ما تعملش حاجة غير انك بتبص عليها وبتبتسم بتضحك، يعني الصورة فيها كم مشاعر وكم فرحة مش طبيعي. ما بين يا ريت نطلع الصورة تانية على الشاشة احسن من صورتي الف مرة. يعني المشهد ده يا جماعة والله مشهد مبهج جدا، هتلاقوا الصور دي موجودة على تويتر على فيسبوك. اللقطة نفسها كده لما تعمل زوم وتشوف الابتسامة وهو فرحان بوالدته وهي فرحانة بيه، حاجة بصراحة بتدخل البهجة على القلوب يعني. فمبروك والله لبوفال ولكل المغاربة على هذا الانتصار الجميل. خليني زي ما قلت نسمع اتصالاتكم شوية ورسائلكم للمنتخب المغربي. معنا محمد من مصر، أهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ أهلا وسهلا.
أنا أقدم ثلاث رسائل سريعة. أولاً نشكر قطر على التنظيم الهائل وعلى الكأس العالم، إن هي تعتبر أحسن تنظيم كأس عالم على مستوى عالمي، أحسن من أي دولة أوروبية. وتاني شارب وتاني حاجة بنشكر المنتخب المغربي، ده منتخب مغربي عربي مسلم إفريقي، ده يدل إن إحنا نقدر نعمل أي حاجة ونقدر إن إحنا أحسن منهم، بس هم دول ناخدوا الفرصة بتاعتنا ويبعدوا عنا ويسيبوا الشعوب في حالة. إن شاء الله نكون أحسن، إن شاء الله نكون أفضل، إن شاء الله نكون أحسن منهم، وإن شاء الله المغرب تاخد كأس العالم وتبقى أول مش أول بتفتح خير، إن تفتح طريق بعد كده أي دولة عربية مسلمة إفريقية أو آسيوية تاخد كأس العالم وتنتصر. وبنشكر تنظيم قطر وأمير تميم والأمير الوالد، نشكر على أحلى تنظيم في العالم كله، دوحة العرب لكل العرب لكل المسلمين. فلسطين هي الفريق 33 في الفرق المشتركة موجودة في كل مكان. المنتخب المغربي خد منتخب الساجدين، أصبح منتخب الساجدين، خدها من المنتخب المصري منتخب وبشكر اللعبة كمان إن هم لعبة يعني كل واحد ماخد معاه أهله واخد معاه والدته زي ما أنت حضرتك كل، فدي يعني شيء عظيم للعرب والمسلمين والفرقة، وإن الفلسطين موجودة هي الفريق 33 في كل مكان في الدرجات في الملاعب، والمغرب كلها ربنا يبارك لهم ويستولهم إن شاء الله. مشكورك جدا يا محمد، شكرا جزيلا على رسائلك. أنا الحقيقة مبسوط إن عالم المغرب، هي المغرب فرضت نفسها وموجودة في نصف نهائي كأس العالم، بس إيلون موسك مالك تويتر ومالك يعني مجموعة من الشركات ومن أغنى أغنياء العالم، كونغراتس موروكو مع عالم المغرب، تغريدة عاملة 500,000 لايك وحوالي 80,000 ريتويت وحوالي 17,000 كومنت. جميل إن الواحد دلوقتي يدخل على تويتر يلاقي أثرياء العالم ويلاقي إن ملاك كبرى الشركات ومنها تويتر ومنها كل الدنيا وإعلاميين وصحفيين وزعماء وكل حاجة، عالم المغرب موجود، عالم المغرب موجود في كل حتة دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي، المغرب موجودة والناس كلها فرحانة والناس كلها بتبارك للمغرب لأنها فرضت وجودها، لأنها الحقيقة دي انتصارات مستحقة. الإنجاز اللي حصل ده مش حاجة كده بايلاك، يعني إنه مثلا زي اليونان مثلا نسخة يورو 2004 اللي لا، المغرب بتلعب كورة، المغرب بتقدم مستوى حقيقي يا جماعة، المغرب عدت من خصوم كبار جدا في الكورة وأحرجتهم وفازت عليهم، وفي الحقيقة استحقت إنها تصل لهذا المستوى. معنا نور الدين من المغرب، أهلا بيك. السلام عليكم أخي أسامة، وحشتك أخويا. الله يخليك يا نور الدين، مبروك، وحشتك، منور الشاشة وديما راك في البال أخويا، وديما على بالي ديما أخويا أسامة، نحبك في الله والله العظيم، منور الشاشة ودنهجي عبد انتصار الجميع العاملين في قناة مكملين والشعوب العربية كاملة والأحرار في العالم الإسلامي، وحنا الحمد لله التي بيّن لنا يظهر لنا بأننا إذا أردنا شيئا نصل إليه، ما علينا إلا حسن التدبير. وبالنسبة للمدرب، المدرب الركراكي راه ماشي مرضي الوالدين، عرفتي أنا اللي عجبني في هذا المنتخب هو كاين رضا الوالدين، فارين بوالديهم، وهذه مزيانة تعطي رسالة. كما رأيت واحد الألماني كتب بينا وقال لي حنايا فقدنا هذا الروح وهذا الدفء ديال الأمومة، تحطوا أبناء والديكم في دار العزازة، قال لهم ألماني، قال لهم ودينا استفاهات ومشينا للميتلية ومشينا، قال لهم هذاك الشيء، قال لهم هذاك الشيء هذا. شكرا جزيلا ليك نور الدين من المغرب، أشكرك على كلماتك الطيبة، أنا بكون سعيد جدا وأنت موجود معنا والله من أيام قناة الحوار، بشكرك جدا يا نور الدين وببارك لك وببارك لكل الشعب المغربي. طيب خلينا نشوف بعض الصور اللي موجودة برضو من الاحتفالات للمنتخب المغربي، نشوف كده إيه الصور اللي هتطلع معنا. طيب دي صورة أشرف حكيمي مع ياسين بونو في احتفال بعد المباراة، ودي صورة وليد الرجراجي المدرب المغربي وهو محمول على الأعناق، الحقيقة يستحقها والله وليد الرجراجي، ودي صور اللعيبة وهم ساجدين بعد الفوز، منتخب الساجدين الجديد هو منتخب المغرب. شوف الصورة اللي بعدها، دي اللقطة دي في الدقيقة السابعة
من الوقت بدل الضايع. وده المدافع المغربي اللي دايما انا بتلخبط في اسمه، انا عارف اسف فمش عايز اقول اسمه غلط، لكن هو تقريبا يعني مدافع ما شاء الله عظيم جدا، وكان يعني دوره كبير جدا في ماتش اسبانيا وفي ماتش البرتغال. الكرة دي بيبي لاعب المنتخب المغربي ضيعها، حطها براسه جنب القائم، فاللي بيبوس راسه ده مش لعيب في البرتغال، اللي بيبوس راس مدافع البرتغال اللي ضايع الكرة هو مدافع المغرب الحمد لله. وكان اللي يعني سعيد جدا جدا، اللقطة دي منتشرة ايضا على مواقع التواصل بشكل كبير قوي، انه مدافع المغرب بيبوس راس مدافع البرتغال اللي ضايع الكرة في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضايع. خلينا نروح لمصطفى من كندا، اهلا بك يا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ دكتور أسامة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. معك أستاذ مصطفى من مدينة فانكوفر في كندا. فأولا فرحة الجالية العربية والإسلامية هنا كثيرة بشكل كبير، وهذا يشرف. أولا الرياضة فعلت ما لم تفعله السياسة، وهذا شيء جميل، حب العرب لبعضهم البعض، حب المسلمين لبعضهم البعض. فقط أريد أن أضيف معلومة، وهو أن وليد الركراكي لعب كذلك في القسم الوطني الأول في إسبانيا مع راسينغ سانتاندير، وكان من أحسن المدافعين أيام كان رونالدو البرازيلي في ريال مدريد. إضافة أخرى وهو أن وصول المغرب لم يكن صدفة دكتور أسامة، يعني البنية التحتية التي يشهدها المغرب الآن من ملاعب من مراكز تكوين، والدليل هو وصول الوداد والرجاء وبركان إلى نهاية متعددة. والدليل كذلك هو أن المدرب المحنك المصري طارق مصطفى يتواجد في المغرب ويؤدي عمل رائع جدا. والأجمل من هذا دكتور أسامة وهو أن اللاعبين المغاربة أكثرهم مولودين بأوروبا، وكلهم رفضوا التجنيس من أجل اللعب مع المنتخب المغربي. الوطنية جعلت من اللاعبين فعلا من أشرس لاعبي كرة القدم الآن موجودين في كأس العالم، والدليل وهو أننا الآن أقوى دفاع لحد الآن، متفوقين على البرازيل، متفوقين على الأرجنتين. ونتمنى من الله أن تزوروا المغرب دكتور أسامة، أن تزوروا المغرب وتشاهدوا يعني الإقلاع الرياضي وكذلك الاقتصادي. وأقول لك شيء مهم أخي أسامة، حينما تسند الأمور إلى أهلها فعلا فانتظر النتائج طيبة، وانتظر قوة العرب. لسنا ضعفاء، أوهمونا أننا ضعفاء، والله لسنا ضعفاء. نحن شعوب لديها قوة، لدينا قوة اقتصادية، لدينا قوة كروية، لدينا قوة فكرية، فقط نحتاج إلى من يلهمنا. ووليد الركراكي اليوم ألهم العرب كلهم، ألهم المسلمين، وفعلا ألف مبروك للعرب وللمسلمين من المحيط إلى جاكرتا. نحن فخورين أننا عرب، ونكون أكثر فخرا حينما نصل إلى النهاية باسم العرب. فعلا أنتم أحسنتم صنعا دكتور أسامة، أنكم أعطيتم صورة أخرى للعرب، وجعلتم الناس الآخرين يروننا بشكل أحسن وبشكل أكثر إيجابية. بشكرك جدا يا مصطفى من كندا، شكرا جزيلا وببارك لك. وخليني رحب بضيفي عبر سكايب الكابتن ناصر صادق الناقد الرياضي والحكم الدولي السابق، أهلا بك كابتن. أهلا بحضرتك أسامة بكل السادة المشاهدين. ألف مبروك. مبروك مبروك للعرب كلهم والمغرب بشكل خاص، يعني كلنا سعداء النهاردة يعني الحمد لله. يعني احكي لي أجواء المباراة وما بعد هذا الانتصار التاريخي للمغرب. والله الناس كلها فرحانة هنا، يعني انت شايف طبعا انت دلوقتي انا قدام ملعب امام ملعب الصمامة، والملعب يعني الناس تقريبا كلهم خدش يعني، لكن قبل قليل كان الملعب كله اللي يعني احمر من العلامة الحمراء والتيشيرتات الحمراء اللي الجماهير بترتديها سواء بمختلف الاعمار. يعني بص يعني لو بصيت هنا هتلاقي مثلا في اطفال ماشيين هنا اهو، أطفال صغيرين ما شاء الله، في كل الأعمار هنا بيشجعوا، وكل الناس جاية النهاردة بتشجع الفريق وعندها أمل، لأنه أنت عارف الفريق ادانا أمل إنه ممكن فريق عربي يوصل النهائي وممكن ياخد البطولة، فدي حاجة ما حصلتش في التاريخ، فكل الناس متعلقة بالأمل ده. وطبعا مش المغاربة بس، يعني أنا شفت مصريين لابسين تيشيرتات المغرب، وأنا لسه من شوية مسلم على ناس مصريين ماشيين مع مغاربة، وحتى قلت لهم يعني المغاربة والعرب والمصريين قالوا احنا عرب كلنا. فالنهارده في حاجة كده يعني جميلة قوي من الاتحاد والناس كلها يعني متشوقة للفرح وطواقة للانتصارات، لأنه خد بالك كرة القدم مش فيزياء يعني، وحتى الفيزياء احنا نقدر نتفوق فيها يعني،
كرة القدم حاجة بسيطة جدا، اجتهد وهتلاقي انت بس ابذل مجهود واجتهد في الملعب والدقيقة هتديك. اللي كان مشكلتنا في الفترة اللي فاتت ان احنا مش ما عندناش ثقة في نفسنا، رقم واحد. رقم اتنين بنرتكب اخطاء ساذجة، ويعني تبص كده المنتخبات مثلا نتيجة عدم الثقة بتلعب مع الفرق وكأنها مثلا بتلعب غول هيلتهمها. لا، الفرقة دي اللعيبة عندها ايدين ورجلين برضو زيهم زيك، وعندهم رئة واحدة رئتين وقلب زيهم زيك. بالعكس، ده انت ممكن تكون اقوى منهم عضليا واقوى منهم جسمانيا واقوى منهم ذهنيا، بالاضافة ان احنا اقوى بالايمان بالله عز وجل، ودي طبعا حاجة لو استغلناها صح في كل حياتنا هتفرق معانا كتير جدا. كابتن ناصر، اظن الدوحة مش هتنام النهاردة. والله بص، هو البطولة احلوت مع الانجازات اللي بتعملها المغرب، وبعدين كاس العالم يعني بص فريد من نوعه والاول من نوعه في كل حاجة. يعني في اول بطولة تتلعب في بلد عرب، واول بطولة تتلعب في الشتاء، واول بطولة يبقى فيها كم هذه المفاجآت. يعني حتى احنا متعودين المفاجآت بتيجي بعد دور المجموعات او دور الستاشر حتى بتقف، لكن المفاجآت مستمرة. يعني احنا شايفين وممكن تحصل تاني. يعني انا متوقع يعني خد بالك ان المغرب تكمل المشوار ان شاء الله حتى النهائي، وليه لا حتى اللقب. يعني انا قابلت ناس هنا من الناس اللي كتير بتكلم معهم بيقولوا يعني احنا خلاص دلوقتي بقينا طمعانين في اللقب يعني، وطبعا وليه لا. يعني انت كل الفرق يعني النهاردة مباراة انجلترا وفرنسا، انجلترا ليست في افضل حالتها وفرنسا بتلعب نقصة 7 لعيبة. يعني فرنسا عندها 5 لاعبين غابوا قبل البطولة، وعندهم 2 لاعبين خسروهم في البطولة. فانت مش يعني شفنا بولندا مسكت فرنسا كانت عاملة عليهم جيم عالي جدا، مع ان بولندا فريق انا شايف انه متواضع يعني. فالمغرب دلوقتي واخدة دفعة معنوية رهيبة جدا، يعني اعتقد ان هي يعني مفروض تستغلها وتكمل ان شاء الله عشان خاطر بقى الانجاز يبقى يعني يبقى حاجة كده فيها ميداليات، يعني مش حاجة وخلاص. يعني انا موافق على المركز الثالث مفيش مشكلة، بس حاجة يبقى فيها ميدالية يعني. فان شاء الله من غير مقاطعة يعني نعمل ان تستمر الانتصارات وتستمر الانجازات، ونعمل ان احنا نفرح. احنا ما بننتصرش في اي حاجة، احنا كل حاجة خسرانين. فيعني على الاقل الكوره يعني كانت طيب يعني. النهارده الحقيقه كان في حد يعني لاعب وهو اسطوره الحقيقه في كره القدم، كريستيانو رونالدو في البرتغال. انا بص الموبايل هيفصل دلوقتي، ممكن استاذن لحضرتك؟ اتفضل اتفضل اتفضل. سلام عليكم. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر صادق. طبعا كريستيانو يعني كان من الناس اللي ناس كثيره مستنيه البطوله دي ان هو يكمل للاخر ويكون في نهائي كده اسطوري ما بين البرتغال والارجنتين، ما بين رونالدو وميسي، و يعني يختم بعدها كريستيانو حياته زي ما قال في لقائه مع بيرس مورغان من 3 أسابيع تقريبا قبل البطولة ما تبدأ، أو من 2 أسبوع تقريبا. لكن كريستيانو رونالدو بيخرج من البطولة على إيد أسود الأطلسي المنتخب المغربي، بيخرج من البطولة في فيديو لي حوالي 20 ثانية وهو بيبكي في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس. نهاية حكاية كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، لا أعتقد أنه هو هيشهد يعني أي بطولة قارية أو دولية أخرى مع المنتخب البرتغالي. أعتقد أن دي آخر بطولة هيلعبها كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي، وخلاص يعني كانت النهاية على يد المنتخب المغربي. طيب خلينا نشوف جريدة الشروق بتقول إيه عن انتصار المغرب كأس العالم. محمد هنيدي الفنان المصري بيقول بعد فوز المنتخب المغربي على البرتغال، المغرب يزلزل العالم ويبهره. الحقيقة ده الواقع، انه اللي حاصل ده هو عبارة عن يعني زلزلة للعالم فعلا، للتاريخ، لكل حاجة. في تاريخ جديد بيكتب النهاردة. احنا بعد ماتش اسبانيا انا والزملاء هنا يعني كنا بنتكلم يعني ممكن نوصل قبل النهائي، يعني جايز هنعملها مع البرتغال ولا لا. وكانوا حتى هم يتريقوا يقولوا انت بتتكلم ليه بالجمع يعني، فيعني هم من المغرب وانا مصري فلا. فكنا نقول خلاص يا جماعه يعني هنوصل ولا مش هنوصل. لحد اخر دقيقه الثامنه في الوقت بدل الضايع ما كانش حد مصدق ان في حلم بيتحقق دلوقتي اسمه ان في منتخب عربي مغربي افريقي بيوصل قبل النهائي في كاس العالم. لكن ده اللي حصل، احنا عايشين الحلم فعلا. يعني قدر لنا ان احنا نشوف منتخب عربي بيصل دور قبل النهائي في كاس العالم. يا جماعة احنا كنا التمثيل المشرف، اسطورة التمثيل المشرف دي كانت يعني استهلكت لحد ما تبهدلنا.
كنا بنوصل عشان نروح نضرب ونروح، الا بعض الانتصارات اللي زي كده اهداف المحترفين بتوعنا زمان اللي هو بتجيب جون مثلا كل 3 مواسم بنعيش عليه 35 سنة. فاللي حاصل انه كان مثلا الجزائر تكسب المانيا الغربية، المغرب في 86 تعمل مش عارف ايه، الجزائر في 2014 تعمل كذا، مش عارف السعودية وسعيد العوران مع بلجيكا في 94، حاجات كده، مصر وهولندا حسام حسن في 1990، عارف انت حاجات كده يعني. انما غير كده كنا بنروح نتغلب بالخمسة وبالاربعة وبنروح. البطولة دي فيها حاجة مختلفة، البطولة دي فيها منتخب المغرب وهو ده المختلف. انا هنا مش هتكلم عن السعودية وعن تونس والانتصار على فرنسا والانتصار على الارجنتين بتاع السعودية، جميل، دي الانتصارات الفردية الجميلة. انما دلوقتي ما بقاش في استثناء، دلوقتي بقى في حالة نجاح حقيقية اسمها منتخب المغرب بيوصل للدور قبل النهائي. خلينا نروح لبعض الاتصالات. معنا ام عبد الله من بريطانيا، اهلا بيك. ألف ألف مبروك. مبروك. معلش النهاردة فوتها لك لأني واحد فرحان. ألف مبروك. بقول لك والله أنا هتكلم كأم، سيبك مني يعني المغرب الله أكبر الله أكبر عليها، بتقدم كورة، حتى اللي ما بيحبش كورة بيتابع كورة دلوقتي. لكن في حاجة أنا بتكلم كأم، يعني شوف الله أكبر لو تلاحظ أم حكيم اللي هو بيلعب في باريس سان جيرمان، وشوف بقى اللي اسمه إيه ده بونفالي ده اللي كان بيرقص مع أم، يعني ستات غلابة الله أكبر عليهم. لكن شوف جابوا إيه، يعني نقول لأولادنا إن مهما كنا صغيرين من حقنا إن نشوف كبير، وإن شاء الله يا رب تاخد الكأس. ولا ما خديتوش الكأس، لكن الحمد لله يعني دلوقتي ما بقاش احتكار بين أرجنتين وبين البرتغال وبين البرازيل، دلوقتي المغرب يعني الله أكبر دولة عربية مسلمة، وجزاكم الله خير على كل خير، وجزاهم الله خير قطر إنهم خلوا المغرب بلد عربي مسلم يحس انه بيلعب في ارضه. جزاكم الله خير، وهخلي المكالمه للتانيين. السلام عليكم والف مبروك. شكرا جزيلا لام عبد الله، الف مبروك. محمد من الزقازيق، اهلا بك يا محمد. محمد حبيبي يا دكتور، سامعني؟ اهلا وسهلا يا محمد، ازيك؟ ازيك يا غالي؟ الحمد لله. اولا اللي نجح المغرب الملك بتاعها المحترم اللي مدي حريه ولو 70% من الشعب المغربي. ولكن الدول العربيه لو فيها حريه وفيها حكم عادل وفيها حكم محترم وهو فيها رؤساء محترمين كانت غزت العالم كله، كانت غزت العالم كله. شاتك سمعني؟ سامعك كويس يا محمد، وبشكرك جدا، شكرا جزيلا. خلينا نرجع كده لبوفال اللاعب المغربي واحتفاله مع والدته، نشوف الفيديو الاول لو الفيديو موجود وبعدين نشوف الصور ونعلق عليها. دي صور بوفال، دي الصوره اللي عرضناها من شويه، في صور تانية وفي فيديو كمان، خلينا نتابعه مع بعض. اعتقد ان دي من اجمل اللقطات اللي الواحد شافها السنه دي، يعني في 2022 دي يمكن من احلى اللقطات اللي الواحد شافها على مدار هذا العام. الاحتفال الجميل التلقائي ده يا ريت نشغله تاني وتشوفوا احتفال اللاعب المغربي بوفال مع والدته بعد المباراه. الناس جعانه فرحه، صوت الناس في الفيديو اللي مصوراه اصلا وهي فرحانه، تحس ان دي والدته، هو تحس ان هم مكان بوفال وهم اللي بيحتفلوا مع امهاتهم. الفرحه حلوه والناس عطشانه وجعانه لفرحه زي كده، فشكرا للمنتخب المغربي ان هو عايشنا فرحه زي دي. لقطه ثانيه الحقيقه هي لقطه اشرف حكيمي مع والدته بعد المباراه ايضا، خلينا نشوفها مع بعض. مبروك لأشرف حكيمي والوالدته. المشاهد أو نموذج أشرف نفسه مع والدته، كلامه عنها وأنه هو مش مكسوف من الماضي اللي قبل كده أو من المهنة بتاعت والده ووالدته، الحقيقة نماذج بتعلم الأجيال الجاية وبتربي الأجيال الجاية على قيمة الاعتزاز بأمك وبأبيك، أن أنت مهما حصل ومهما وصلت ومهما بلغت من شهرة ونجاح تفضل دايما كده في مكانة خاصة وقيمة خاصة ودور خاص لوالدتك ووالدك. في كل مساحة تقدر انك تعلي هذه القيمة وتبين للناس قد ايه دورهم وتضحيتهم ودعمهم ليك، فده شيء عظيم جدا. ده اللي لعيب المغرب عملوه البطولة دي، ده اللي لعيب المغرب احيوه في نفوس ناس كتيرة جدا كانت نسيت القيم دي، نسيت قصة ان انت لما تنجح تقعد تتكلم عن نفسك. يا عم في ناس ضحوا عشانك،
يا عم في ناس تعبوا عشان انت توصل لده، يا عم في ناس كانوا بيجوعوا عشان انت تاكل، في ناس كانوا بيسهروا عشان انت تنام، في ناس ما كانوش بيلبسوا عشان انت تلبس كويس، ففي ناس تعبت. لازم لما توصل للمرحله دي تعلي من القيمه بتاعتهم وتقول والله الفضل لله عز وجل، ثم لابويا وامي اللي انا بفتخر بيهم وبتكلم عنهم وبتصور معاهم وبرقص معاهم في الملعب وبتصور معاهم وبخلي العالم كله يحكي قصه والده حكيمي ووالده بوفال ووالد النصير اللي كان بيبكي في حضنه بعد مباراه اسبانيا. فالحقيقه حاجه من الحاجات الجميله، انا شخصيا لما بشوف الصور دي ببسط قوي، يعني قصة ان هو واحد لما بيوصل مرحلة دي بيجيب والدته بيجيب والده بيتكلم عنهم، حاجة بصراحة بالنسبة لي على المستوى الشخصي حتى انا بكون مبسوط بيها جدا، يعني لانها دايما بتفكرني يعني على الاقل على المستوى الشخصي انه ابوك وامك ليهم دور كبير في اللي انت وصله في وجودك قدام الكاميرا دي، زي ما ليهم دور انهم وصلوا حكيمي للملعب ده وبوفال للنجاح ده والرجراجي اللي طلع باس راس امه بعد ماتش اسبانيا. انت كمان لازم تتعلم من الصور دي وحضراتكم كل واحد بيتفرج علينا دلوقتي، سواء نجحت او ما نجحتش وانت عايش في حياتك بشكل طبيعي لازم دايما تبقى فاكر وبتعلي قيمة الوالد والوالدة. خلينا نشوف كده تغريدة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي بعد انتصار المغرب التاريخي. الشوالي بيقول تريليون مليون مبروك تاريخي للمغرب في ربع نهائي المونديال، الأسود يكتبون التاريخ، الحلم ما زال متواصل والكورة ما عادش عندها كبير. ده حقيقي، الكورة ما بقاش عندها كبير يا كابتن عصام، المغرب عملتها وبقت موجودة في الدور قبل النهائي. تغريدة اللاعب الألماني الشهير مسعود أوزيل قال أنا فخور، يا له من إنجاز للعالم الإسلامي وأفريقيا، من الرائع استمرار مثل هذه القصص الخيالية في كرة القدم، سيعطي هذا التأهل الكثير من القوة والأمل للناس. مسعود أوزيل هنا بيعبر عن ناس كتيرة قوي مقهورة، عن ناس كتيرة قوي اتظلمت وهو منهم على فكرة، هو الظلم، هو مورس ضد اضطهاد ومورس ضد قمع من الآلة الإعلامية الألمانية ومن العنصرية الأوروبية الغربية بعد صورته مع أردوغان قبل كده، وقال أنا عندما أنتصر أكون ألماني وعندما نخسر فأنا ابن مهاجر. مسعود أوزيل بيتكلم في رسائل، يعني هو مدرك الرسائل دي واصلة لمين. أولا استخدامه لكلمة إنجاز للعالم الإسلامي هو مش محض صدفة، اللي حصل النهاردة هو إنجاز للعالم الإسلامي، هو انتصار للعالم الإسلامي. ليه؟ لأن المغرب دولة مسلمة، دولة عربية على عين وعلى رأس، لكن هي دولة مسلمة بيسجد لاعبوها بعد أن يفوزوا على إسبانيا وعلى البرتغال وعلى بلجيكا. فإحنا بنتكلم على انتصار لدولة عربية مسلمة، أي نعم. بنتكلم على مشاهد إسلامية، أيوة حضرتك، ناس بتسجد لله عز وجل شكرا بعد الانتصار، ناس بتعلي قيمة بر الوالدين وقيمة الأب والأم وهي قيم إسلامية من صميم ديننا الحنيف، نعم. فهو انتصار للعالم الإسلامي زي ما مسعود أوزيل قال. النقطة الثانية، قصص الخيالية دي هتدي أمل للناس، أيوة في أمل حقيقي والله موجود دلوقتي، هيتعدى خطوط وحدود الكرة. احنا دلوقتي في نشوة الانتصار الكروي، المغرب كسبت البرتغال وبتاع، بعد ما يخلص كاس العالم ده في أبعاد أخرى ودلالات أخرى وتحليلات ومآلات كثيرة لانتصار المغرب. في حد بقاله يعني حد قريب مني عزيز عليا يعني بقاله كذا يوم كده بيتكلم معاه على فكرة الانتصار، وإن القرن القادم ده هو قرن الانتصار للعالم الإسلامي يعني، وأنا بجادله جدا إنه لا يعني إزاي وما فيش أي دليل على اللي أنت بتقوله ده ومين القوى الموجودة. طبعا حد يقول دلوقتي خلاص بقى انتصار المغرب في الكرة هو الانتصار، استنى بس ثانية واحدة، هو بيتكلم معايا إنه أيوة الموازين القوى بتتغير وإن العالم بيتغير وإن قصة إن ناس تفضل طالعة لأكثر من قرن من الزمان بتحصل، لكن بيبقى في دورة في الحياة وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإحنا النهاردة في الكرة بنشوف ده، بنشوف المغرب بمنظومة حقيقية مش بانتصار كده بايلاك يعني بالحظ، لا بنشوف تعب وجهد ونموذج انتصار حقيقي. بنشوف قطر وهي بتنظم كأس عالم على أعلى مستوى، لم يتم تنظيم كأس عالم مثل هذا في التاريخ. بيرس مورغان زي ما قلت لك من شوية هو المذيع البريطاني الشهير كتب باللغة العربية، انت بتجبر الناس دلوقتي انها تيجي لثقافتك انت، للغتك انت، لطريقتك انت، لكلامك انت وتتكلم بطريقتك. ويكتب بيرس مورغان باللغة العربية واللي هو عنده أكتر من 4 مليون متابع كلهم أجانب أو معظمهم أجانب، يكتب باللغة العربية كأس العالم قطر 22 هو أعظم كأس عالم في التاريخ. ده مش انتصار للعالم الإسلامي زي ما مسعود أوزيل قال؟ بالتأكيد ده انتصار للعالم الإسلامي. نرجع للاتصالات مرة تانية، معنا عماد من مصر، أهلا بيك يا عماد.
اهلا وسهلا. الو تفضل يا عماد. دكتور اسام اهلا وسهلا يا عماد، ايه رسالتك للمنتخب المغربي؟ رسالتي يا فندم انا بقول الف الف مليون مبروك للمنتخب المغربي ورجاله المنتخب المغربي وعملوها يعني رجاله وكله خير، وبنشكرهم يعني احنا مصريين وبنشكرهم على الاداء وعلى الروعه وعلى حضن البطوله اللي هم واخدينها ديت، ويا ريت يكملوا ويصروا. انا بعترض على الاخ اللي قال المركز الثالث ده، انا عندي اعتراض شديد، المغرب المركز الاول باذن الله باذن الله تعالى. وبقول لحضرتك يعني بننكس المنتخب المصري اللي راح الفنادق وجير ورا الاعلانات ورا الكلام الفاضي، ودلوقتي قاعد متايز قدام الشاشات بيسمع بيتفرج على سياده بيلعبوا ازاي، لان دي رياضه والرياضه احترام، واحترام لازم يحترم. بشكرك جدا يا عماد من مصر، شكرا جزيلا ليك. خلينا نشوف كده بعض التويتات في تويتر اللي بيحتفل بالمنتخب المغربي وانتصاره ووصوله للدور قبل النهائي في كأس العالم. نشوف التويتات هتطلع مع بعض، نشوفها مع بعض على الشاشة. هو بيقول هنا he is the greatest على الصورة، يعني ان هم ساجدين شكرا لله عز وجل، ده احتشام الحق. برضو نفس التغريدة بيقول we just dropped to thank God، احنا بنشكر الله، مع مجموعة الصور اللي احنا استعرضناها لحضراتكم. إيلون موسك بيهنئ المغرب، وباقي التغريدة كان حاطط فيها أعلام المغرب، أربع أعلام زي ما قلت لحضراتكم من شوي. نيومبي موريس وده ناشط من نشطاء المناخ في أفريقيا، قال أفريكا well represented، يعني تم تمثيل أفريقيا بشكل جيد. لويس ميجيل بونو بيقول ليفوز الأفضل، لكن سير 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 إن شاء الله يفوز المغرب كأس العالم قطر 2022. طبعا سير ده الهتاف اللي احنا كلنا بنسمعه في المدرجات. انا كذا حد قال لي يا عم اسامه البتاع اللي انت لابسه ده ضيق، هو ضيق والله مش بتاعي، هو بتاع واحد صديقي مغربي، قبل الهوا على طول انا لقيته لابسه فقلت له هاته، يعني زي ما يجي بقى يدخل لحد هنا يدخل لحد هنا، زي ما يجي هنلبسه ونطلع بيه وخلاص، والناس تستحمل الشكل ده، هي للمره الاولى والاخيره. نرجع للاتصالات مره ثانيه، معانا دكتور سمير من بريطانيا، اهلا بيك يا دكتور. دكتور سمير مش عارف والله يا دكتور سمير اطفي التلفزيون. طيب شكرا جزيلا لدكتور سمير. معنا محمد من ليبيا، اهلا بك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا دكتور أسامة؟ الحمد لله بخير، مبروك يا محمد. تحياتي لك وتحياتي لشعب المغرب، إن شاء الله مبارك عليهم. إيه رسالتك للمنتخب المغربي يا محمد؟ والله هي أول كل شيء قبل كل شيء تحياتي لك ولاستقبل مكالمتي وتحياتي لقناة مكملين طبعا، ورسالتي للمنتخب المغربي إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقهم متقدم لتقدم، وملاعبية يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني لما تجي تشوف تتأسف للحال الليبيين، يعني مفروض ان ليبيا تشارك وتلعب في المنتخب يعني زي المغرب، فهمت؟ لكن ان شاء الله بإذن الله يعني ربك يسخر الحال ويجينا حاكم يعني احسن من الحكام، هما ان المغرب إدارة كإدارة يعني بسم الله ما شاء الله يعني يعرفوا كيف يلعبوا يعني. بشكرك يا محمد جدا، عقبال ليبيا عقبال مصر والله، لكن احنا النهارده زي ما اتفقنا كلنا مغاربه، كلنا بنشجع المنتخب الوطني المغربي، وخلينا نفرح ونتجاوز قصه مصر بتعمل ايه وليبيا بتعمل ايه، لانه بصراحه لو فكرنا فيها النهارده العمليه تقلب عكننا وهنتحسر على اوضاعنا جميعا، لكن يكفينا شرف وفخر ان في منتخب عربي مسلم من القاره الافريقيه موجود في قبل نهائي كأس العالم. حد بيقول لنا ابراهيم من المغرب، وشك حلو علينا يا دكتور أسامة، مبروك على الأمة العربية، ربنا خليك ابراهيم، مبروك ليك ولكل الأشقاء في المغرب الحبيبة. معنا فوزية من مصر، اهلا بيكي.
يا دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام. مبروك للشعب المغربي وللعرب كلهم. الله يبارك فيك. وانت وشك حلو علينا يا دكتور. الله يخليك يا رب. انا من اكبر معجبينك. ربنا يبارك في حضرتك، والله متشكر جدا. ايه رسالتك للمنتخب المغربي؟ كل خير يا ابني. ما شاء الله ما شاء الله. طيب شكرا يا استاذه فوزيه، شكرا. خليهم يكملوا ان شاء الله للاخر باذن الله. يا رب امين، ان شاء الله ياخدوا كاس العالم وتبقى مفاجاه كبيره جدا. معانا ابو هشام من مصر، اهلا بيك. ازيك يا دكتور هشام؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. بركة ايه؟ بخير والله الحمد لله، اتفضل. اولا احنا احنا الاول بنبارك للمنتخب المغربي، لان المنتخب المغربي صح فينا اللي مات من زمان، صح فينا الامل اللي احنا على وش الارض او طلع على لفوق. عارف ارتفاع اللاعب المغربي قد ايه يا دكتور وهو طالع بيعمل الكره بدماغه؟ 4 متر، طلع 4 متر عشان يجيب الجون ده. احنا طلعنا اكتر من كده، ده عملوا المغاربه النهارده وفي مجال واحد طلعنا فوق اكتر من كده. والعالم العربي كله بدينه وبقوميته وبأسسه اللي عاش عليها واتبنى عليها من دينه ومن أخلاقه ممكن يكون أكتر من كده وأحسن من كده في كل المجالات. جميل، ألف ألف شكرا. الله يبارك فيك أبو هشام، شكرا جزيلا. معنا مصطفى، أهلا بك مصطفى. عليكم. عليكم السلام. مبروك للأمة العربية كلها، وبقول للسيسي أدي الأطرس اللي أنت بتحبسه في مصر، وانت اللهم صل على النبي مرتضى منصور، ودي كره في مصر. دكتور اسامه نبي اديني فرصه بس دقيقه واحده اعلق على موضوع العربيات. الله يخليك. موضوع ايه دكتور اسامه؟ موضوع العربيات. لا معلش يا مصطفى، والله لو في رساله للمنتخب المغربي اتفضل، خلينا موضوع العربيات ممكن نناقشه في حلقه تانية. اتفضل يا مصطفى. طيب انا بقول المغرب الف 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 مبروك، وتعلموا يا مصريين عشان المصريين دخلوا السيسي، دخل السياسة في الرياضة. وأسوأ أسوأ أسوأ اتحاد كرة في مصر هو مصر، مسيس يا دكتور. صحيح، بشكرك يا مصطفى، شكرا جزيلا. معنا حازم من العراق، أهلا بك حازم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ألف ألف مبروك للشعب المغربي، وإن شاء الله الكاس. إن شاء الله. إيه رسالتك للمنتخب المغربي يا حازم؟ والله أنا قلبا وقالبا مع الشعب العراق، مع الشعب المغربي، إن شاء الله يبيضون وجه العرب إن شاء الله. بشكرك جدا يا حازم، تحياتي ليك ولأهل العراق، هم بيضوا وجهنا خلاص ووجه العرب والمسلمين جميعا بوصولهم لهذه المرحلة. لكن الحقيقة احنا طمعين ان شاء الله في المزيد، ليه لا ما يوصلوش النهائي وياخدوا البطولة زي ما قلنا. خلاص فاضل يعني خطوتين بس، بإذن الله المنتخب المغربي قادر ان هو يوصل الدور النهائي ويحصل على بطولة كأس العالم ايضا. حنان من مصر، اهلا بك حنان. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك؟ الحمد لله بخير. والله بنبارك طبعا للشعب المغربي كله، ومبسوطين جدا جدا، وزي ما حضرتك قلت يعني الشعوب العربية والإسلامية كلها متعطشة لأي نجاح ولأي نصر يعني، ولعل ده يكون بداية لنصر يعني نصر جديد ونصر كبير بعد كده في كل المجالات. وطبعا يعني هو أكيد النصر ده مش بيجي من فراغ، يعني أكيد وراه جيش من العاملين والمخلصين، لأن يعني علشان طبعا دي المنظومة كلها لما تكون مظبوطة، واختيار الكفاءات وتوظيفها التوظيف المحترم والتوظيف المناسب، بتخلي طبعا عند الناس أساسا طموح إن هم يحققوا النصر تاني يعني. فطبعا احنا مفتقدين الحاجات دي طبعا، احنا عندنا في مصر يعني عدم تكافؤ الفرص والوسطات والحاجات دي اللي هي بتخلي اساسا الكفاءات تبقى مش باينه ومش واصله لمكانها المظبوط. فنحيي طبعا المغرب والمغاربه كلهم، ونحيي كل واحد بذل مجهود، ويا رب ان شاء الله النصر والوصول النهائي، ولعله ان شاء الله تكون يعني
واقفه يعني جيده ونوصل للمسك بالكاس وتبقى يعني نصر الامه كلها يا رب. شكرا جزيلا لك حنان من مصر. معنا ابو الحسن من السعوديه، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، ومبروك عليك وعلى الامه الاسلاميه والعربيه جميعا يا رب. الله يبارك فيك. وهذا الفوز على فكره يفكرني بالجوهري لما كان يدرب منتخب مصر، ما في زي المدرب الوطني يا دكتور اسامه. وحسن شحاته كمان. نعم، وحسن شحاته كمان في مصر. وحسن شحاته، يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك، حاجه تفرح الحقيقه. والفرحه الاكبر، الفرحه الاكبر انه قالها امير قطر ما نزلت الارض، قال بطوله العرب. يعني الحقيقه يعني كمان يشكر على المجهود اللي بذله والمجهود اللي بذلوه في قطر، والحقيقه الواحد والله تنبح صوته بصراحه، يعني صراحه فرحه عارمه، والله فرحه عارمه لكل العرب والمسلمين وكل الامه. ايه رسالتك للمنتخب المغربي يا ابو الحسن؟ والله بامر الله انا ما حيرضيني الا انه ياخذ الكاس على اللعب هذا وعلى الشوق ده. بامر الله، افتكر كلامي يا دكتور اسامه، انه حياخذ الكاس بامر الله تعالى. خلاص بقينا طماعين بجد، يعني صدقنا الموضوع. لا لا لا، انا من المدينه بامر الله، وان شاء الله يعني من الدراويش نعتبر. احنا من الدراويش. ايوه، اشكرك جدا ابو الحسن من السعوديه، تحياتي ليك و لكل الأشقاء في المملكة. محمد من ألمانيا، أهلا بك يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا رسالتي للشعب المغربي أحاول أقولها باللغة المغربية، أنا فرحان بزاف بزاف بزاف، وبقول لكم الدنيا هانية والسماء صافية، بكم مولاها وفرحان لكم بزاف. دي التحية بتاعتي لإخواتي في المغرب. التحية الثانية يا دكتور أسامة لإخواتي في قطر، إنكم عملتم عمل سيدرس، الناس شافت الشعب المغربي بعد المباراة اللي فاتت، اللعيبة طلعوا يبوسوا إيده وراس والدهم والدهم، والأوروبيين أيا كان أوروبي أمريكي فرنساوي، أما بيبقى كسبان كاس العالم كمان مش ماتش صغير زي اللي فات، هم ما يعرفوش الحاجات دي يا دكتور. الناس الثقافة العربية دي، مسألة تماسك الأسرة ده، مسألة الحب ده، إحنا بنوريها للناس، بنوريها للناس اللي مفتقر تعلمها. فأنا بشكر قطر وإن هم سمحونا بالفرصة إن إحنا نوري الدنيا كلها مين هم العرب وإيه هم عاداتهم وتقاليدهم. ومرة تانية بقول للمغرب ألف مليون مبروك بالمصري. شكرا جزيلا ليك يا محمد من ألمانيا. ناخد اتصالين كمان وبعدين نروح لقصة إعلاء القضية الفلسطينية أو التذكير بالقضية الفلسطينية على يد لاعبي المنتخب المغربي، هنجلها بعد شوية. لكن خلينا نسمع مازن من مصر، أهلا بيك يا مازن. ألو، السلام عليكم يا دكتور أسامة. عليكم السلام. لو سمحت، أنا ألف ألف طبعا مبروك للمنتخب المغربي، ورسالتي للمنتخب المغربي انهم يركزوا في الماتشات اللي جايه سواء لو هيقابلوا انجلترا او فرنسا، وان شاء الله يخلوا طموحهم انهم ياخدوا كاس العالم. انت عندك كم سنه مازن؟ انا عندي 13 سنه. ما شاء الله. طب ايه رايك لو لعبنا انجلترا اسهل ولا فرنسا؟ لا اكيد طبعا انجلترا. انجلترا اسهل من فرنسا. المغرب تقدر توصل للنهائي؟ اه ان شاء الله. ايه اللي محتاجينه طيب في الماتش الجاي؟ احنا محتاجين ان هم يركزوا والجمهور يحفز المنتخب، محتاجين ان هم يركزوا جامد قوي عشان لو قابلوا فرنسا او انجلترا. يعني يلعبوا دفاع منطقه زي النهارده كده؟ لا يهاجموا، ما ينفعش يدافعوا. مين اكتر لعيب لفت نظرك او انت معجب بيه في المنتخب المغربي؟ اشرف حكيمي وحكيم زياش، هما يعني اكتر لاعبين بحبهم في المنتخب المغربي. اكتر ماتش المغرب عملته وعجبك ماتش النهارده ولا اسبانيا ولا بلجيكا؟ لا ماتش النهارده، عشان ماتش النهارده كان صعب شويه. انت بتلعب كوره يا مازن؟ اه. ايه المركز بتاعك؟ بتلعب فين؟ دفاع.
دفاع، مين بقى من مدافعين المغرب عجبك اكتر حد فيهم؟ بحب اشرف حكيمي اكتر. تحب اشرف حكيمي، ومين ما بيحبش اشرف حكيمي يا مازن؟ بشكرك جدا يا مازن والله، دي متهيألي انت اصغر متصل شارك معنا في البرنامج. مازن عنده 13 سنه وشايف ان ماتش انجلترا لو هي فازت على فرنسا هيكون اسهل من ان المغرب تلاعب فرنسا، ومعجب باشرف حكيمي وحكيم زياتش. معنا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. طيب احمد فتحي من مصر، اهلا بيك يا احمد. اهلا استاذ، اهلا وسهلا. اولا بهني منتخب المغرب النهارده وبفرح بالفرحه الكبيره اللي فرحوا العالم العربي كله، وثانيا بشكر قطر على الانجاز اللي عملته في كاس العالم. اول مره بلد اسلاميه بلد مسلمه تعمل كده في حاجه كبيره بصراحه. ايه رسالتك للمنتخب المغربي؟ بصراحة المنتخب المغربي فرحنا كلنا النهاردة، والواحد كان نفسه يعني بص يبقى المنتخب مصري موجود، بس الحمد لله ان في منتخب عربي ومسلم مشارك في كاس العالم. بشكرك شكرا جزيلا يا احمد من مصر. معنا ام حسام من مصر، اهلا بيكي. استاذ حسام، اهلا وسهلا. طبعا انا بهني طبعا الشعب المغربي، وطبعا امبارح لسه شايفه الباشا بتاعنا كان جايب عيال صغيره عشان يخليهم محمد صلاح عشان يبيعهم. ها هو ده دلوقتي مصر للاسف يعني. وبعدين مهدي طبعا بهديله النهارده الاغنيه دي، بقول له والنبي لنكد العزال وهنقول اللي عمره ما قال ان شاء الله. شكرا جزيلا يا محسام من مصر، بشكرك جدا. طيب خلينا نروح مع بعض كده لعلم فلسطين اللي كان موجود الحقيقة مع المنتخب المغربي في احتفالاته في المدرجات مع اللعيبة بعد كل ماتش تقريبا من أول البطولة. نشوف الصور مع بعض كده هتظهر قدام حضراتكم على الشاشة لمجموعة من اللاعبي المنتخب المغربي وهم بيحملوا العلم الفلسطيني. الرسالة هنا احنا يا جماعة مش جايين نلعب كرة بس، احنا مش مجرد مشجعين جايين نتكلم عن الكرة وفرحانين بالمغرب، لا، البطولة دي معمولة في بلد عربي في بلد مسلم، القضية الأم عندنا هي فلسطين، البوصلة الرئيسية لينا هي فلسطين. احنا جايين نرفع العلم الفلسطيني هنا عشان كل وكالات الأنباء تشوفه وتتكلم عنه وتقول ان المنتخب المغربي اللاعبين بتوعه وهم بيحتفلوا رفعوا العلم الفلسطيني جنب العلم المغربي. احنا النهاردة جايين نتكلم ان احنا عندنا قضية رئيسية اوعوا تنسوها، واوعوا تفكروا ان احنا ناسينها او جايين نلعب كورة ومش فاكرينها، بالعكس. عشان كده الصورة دي هتلاقي صداها هناك في غزة وعند المسجد الاقصى وفي القدس، هتلاقي فيه فلسطينيين النهاردة بيرفعوا علم المغرب هناك في الاراضي المحتلة وبيحتفلوا بانتصار المنتخب المغربي، لان هي مش بس كوره زي ما قلت لك، احنا شعوب مقهوره ما بين احتلال وما بين انظمه قمعيه وما بين قرف وما بين انظمه تابعه للاحتلال ومطبعه، وبالتالي احنا عايزين نفرح. فلما بيكسب منتخب زي المغرب ويرفع العلم الفلسطيني فدي رساله قويه جدا لاهلنا في فلسطين، احنا معاكم، احنا مش ناسيينكم. العلم المغربي وهناك في الملعب كان العلم الفلسطيني، دي الرسالة اللي أنا بقول لك عليها، وده إعلاء القيمة واستغلال المكان اللي أنت بتوصل له والإنجاز اللي بتحققه بأنك تذكر بالقضايا الرئيسية اللي أنت بتنتمي ليها. موضوع بر الوالدين، موضوع إعلاء قيمة الأسرة الأب والأم والعائلة، وموضوع القضية الفلسطينية هي البوصلة الرئيسية لكل الشعوب العربية المسلمة. طيب نرجع للاتصالات تاني. معنا منى من مصر، أهلا بيكي. أهلا بيك يا دكتور أسامة. أهلا وسهلا. ألف 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 مبروك لينا. الله يبارك فيك، مبروك للجميع. الله، ومبروك لشعب المغرب والوطن العربي كله. أنا عايز أقول بس يعني الدفعة المعنوية اللي هتجينا إن شاء الله بعد كاس العالم، متهيألي ناس كتير قوي هتندم إن الكاس العالم اتعمل في قطر، علشان القدوة والإلهام اللي هيجينا للشعوب العربية كلها بسبب الكورة في كأس العالم.
يعني حتة إن قدوة المغرب توصل لكذا هيخلي الشعوب العربية تتمنى إن هي تنجح وتقاوم وتنتصر على خوفها الأول، وبعدين ننتصر على المحتل بتاعنا، وبعدين بعد كده كل حاجة هتتحقق، مش هقول لك في سنوات قليلة والله. فألف ألف ألف مبروك صراحة. شكرك جدا يا منى، الله يبارك فيك. معنا أبو نور من إيطاليا، أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بكلم من لومبارديا وقريب من ميلانو ساكن، وكان لي الشرف أن أنا زرت المغرب في 2019. وأحب أقول للمغرب أنتوا النهاردة خليتونا يعني نبكي من الفرحة. أنا حضرتك من يوم الأربعاء اللي قبل اللي فات وأنا عندي كورونا. السلام عليكم. والله يسلمك، وكنت تعبان، بس أقسم بالله أنا مش عايز أقول لك أنا فرحانة دي. ولا أنا قعدت يومين عندي سخونية، ورغم كده ما حسيت بأي تعب أو ألم نفسي بسبب الموضوع بتاع المغرب ده، الماتش اللي فات والماتش ده. واللهم لك الحمد. وإذا كان بعض الإخوة من الإسلاميين بيقللوا من شأن الكرة، فأنا بقول لهم إن كفاية إن كل المسلمين النهاردة من يتكلمون العربية ومن لا يتكلم العربية فرحان وبيدعي. وشفنا مثل أعلى للشباب اللي جابوا أمهاتنا اللي هم زينا. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، أنا لما كنت في المغرب وكنت بشرب قهوة مثلا في كافية ولا حاجة، فكنت بكلم باللهجة المصرية، فكأنهم بيشوفوا عادل إمام. أي مصري هناك عادل إمام، أو يعني بيحبونا لله. والله يا دكتور أسامة، أنا لما كنت بطلب من أي حد في الشارع أنه يوريني عنوان معين، كان بيسيب الطريق اللي هو ماشي فيه ويوصلني للمكان اللي أنا عايز أروح. قمة في الأدب وقمة في الأخلاق. وجزاهم الله خير، وشكرا، جزاك الله خير يا دكتور أسامة. السلام عليكم. شكرا جزيلا لك يا أبو نور من إيطاليا. في رسالة من أبو عبد الرحمن بيقول: ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق وصوله للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم في قطر. إن كنت أتمنى أن تكون هذه الفرحة العارمة في تحرير القدس ونصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وصل المنتخب المغربي إلى الدور قبل النهائي، وإحنا وصلنا إلى قاع الرياضة بمعنى الكلمة. تحياتي إلى السيسي ومرتضى منصور وهاني أبو ريدة وأحمد مجهد. طيب، معنا أحمد ياسر من الكويت، أهلا بك أحمد. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. كنت والله حبيت أشكر المغرب على العبومة الكمير والجميل، وتوقعناش خالص الفوز يعني، بس الحمد لله فازوا. وأحب أشكر قطر على تنظيمها الجميل، وأن هم احترموا شعارنا الدينية وما رضوش يرفعوا علم الشواذ في الملعب، الحمد لله يعني. بشكرك جدا يا احمد من الكويت. معانا محمد من هولندا، اهلا بيك يا محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور اسامه؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. انا مش هطول على حضرتك، هم اربع اشخاص انا عارف اشكرهم لان ده انجاز بالنسبه لي. هو الامير تحسن، هو هذا الرجل المحترم رئيس المغرب، الرجل المحترم حضرتك، راجل المحترم. هدية بقى العواطف قاعدة تقول لنا إنجازات، هو يدين إنجازات رئيس المغرب الفريق بتاعه يوصل لكأس العالم. أنا ماليش في الكورة أصلا، ما بحبهاش يعني. لكن الأمير تميم على التنظيم عامله في قطر ما شاء الله، يعني حاجة تفرح. اللي كانت دولة إرهابية وكانت جاية وكوبية وكانت مزرعة مكرونة، شو فيها عواطف الإنجازات؟ هذه الإنجازات اللي تفرح، مش مشاريع تنكوك. شكرا جزيلا لك يا محمد من هولندا، اشكرك. احمد من مصر، اهلا بك يا احمد. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بنهني طبعا الشعب المغربي لوصول فريقه للنصف النهائي، وبنهني دوله قطر على التنظيم الرائع والمشرف اللي هي عاملاه. ويا ريت الفشله اللي المنظومة الفاشلة اللي هي قائمة على الكرة المصرية يتعلموا مدرب وطني يصل
بفريقه إلى النصف النهائي لكأس العالم. الفشل اللي عمالين بيدوروا مين خد الدوري أكتر ومين خده أقل، وبنصرف ملايين الدولارات على منظومة فشلة في مصر، بنجيب لعيبة أجانب فشلة، مدربين فاشلين، فلوس بتصرف بدون فائدة. فين المنتخب الوطني بتاعنا من هذا المحفل؟ مفيش. مصر من الدول المؤسسة من سنة 57 في الاتحاد الأفريقي، فين هي مصر؟ ها؟ فين هو المنظومة الفاشلة؟ لابد ان هم يتعلموا منها ويشوفوا درس وعبرة ليهم. وانا شاكر لحضرتك. ايه رسالتك للمنتخب المغربي؟ انه هو يبقى عنده إصرار وعزيمة. مفيش مستحيل. هو بيلاعب فريق، لعيبة بتلعب لعيبة، مفيش حاجة مستحيلة في الكورة. إن شاء الله بإذن الله منتخب المغرب في نهائي كأس العالم، وإن شاء الله بإذن الرحمن ياخدوا كأس العالم إن شاء الله على خير. أشكرك جدا يا أحمد. معنا طارق من الكويت، أهلا بك يا طارق. يا أهلا وسهلا، ازيك يا دكتور أسامة؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. أخبار حضرتك؟ بخير الحمد لله. طبعا بأشكر صراحة دولة قطر على هذا التنظيم الرائع، والحمد لله فوز المغرب، هذا الفوز المشرف واللي أضفى علينا في حكاية العالم الفلسطيني ده، هي اللي خلت الواحد صراحة في غاية الغبطة، فالحمد لله رب العالمين. وكان رد فعل برضو أهلنا في غزة والفلسطين برضو نفس الشعور ده، فإن شاء الله يعني تكون دي بداية لوحدة الأمة بإذن الله تعالى. أمين. والحمد لله على كل حال. شكرا جزيلا لك يا طارق. معنا نادر من فلسطين، أهلا بك يا نادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ بسام، العالم كله فرحان وأنا فرحان زي العالم الإسلامي والعالم العربي، فرحتي فرحتين، فرحتي إنه حكيت حضرتك، والفرحة الثانية فوز المنتخب المغربي الشقيق، يعني يعجب بالكلام، يعني يعجب بالكلام عنه. أنا من فلسطين، من القدس الشريف، ما فيش عندي يعني من كثر ما أنا متفائل ومبسوط مش قادر يعني أعبر عن اللي جواي. طب أسألك نادر معلش، أنت فلسطيني في القدس، تفضل. ليه نعم. فرحان نعم. إن منتخب المغرب وصل قبل نهائي كأس العالم؟ نعم أستاذ. أنت ليه فرحان إن المغرب وصلت قبل النهائي؟ أنا ليه فرحان؟ أنا عربي. أنا عربي. أنا ليه فرحان؟ أول إنجاز إلنا كعرب، إحنا طول عمرنا يعني مضطهدين، الفلسطينيين مضطهدين، الشعوب العربية حتى كمان مضطهدة. إحنا لما إحنا نوصل نصف النهائي، أنا لما بقول إحنا بقولش المغرب، بقول إحنا الأمة العربية، الأمة الإسلامية، هذا فخر، هذا اعتزاز لإلنا. أنا بشكرك جدا يا نادر والله، وسعيد جدا بالمكالمة دي، سعيد إن في حد من أهلنا في فلسطين وتحديدا من القدس يعني بيشاركنا في حلقة كهذه. معنا أحمد من بريطانيا، أهلا بك يا أحمد. أستاذ أسامة، أهلا وسهلا. أنا أولا أحب أوجه الشكر للشعب المغربي، وألف ألف مبارك لكل الشعب المغربي. والحقيقة إن أنا مبسوط زي أنا عايز أقول لحضرتك إن بريطانيا كلها، لندن بالذات، مقلوبة الدنيا فيها، كل العرب وكل الباكستانيين، كل الإسلاميين، كل الأفارقة، كل الناس فرحانة جدا جدا جدا، وعاملين احتفالات كأن إنجلترا هي اللي خدت كأس العالم، سبحان الله. ليا ملاحظتين عايز أقولهم يا أستاذ أسامة بعد إذن حضرتك. أنا سعيد بفوز المغرب زي ما أنا يعني زي ما أنا سعيد بطرد اللاعب اللي طرد من المغرب، لأن الحقيقة مش هيلعب الماتش الجاي لأنه ممكن يضيع مجهود الفريق كله. فدي حاجة. الحاجة الثانية اللي أنا الحقيقة عايز أشيد بيها وعايز أشكر جدا 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 والله، أنا لحد يحرفني ولا أي حاجة، المجهود اللي عملها قطر. وانا عايز اقول لحضرتك وعايز حضرتك تبقى فيما بعد نعمل تحليل للمساله دي. انا عايز صوره الامير تميم وابنائه وهم بيسقفوا وفيهم واحده بحجاب وواحده بشعرها، يعني معناها ان احنا لا تشدد، بنته دي ودي بنته، واللي على حجابها بحجابها واللي من غير حجابها من غير حجابها، ولا اي حد يعني. وصوره الاسره اللي كل واحد من اللعيبه المغاربه كلهم بيسقفوا، حاجه بصراحه احنا
حسينا بروحنا رجعت لنا، يعني روح العرب كلها رجعت لينا بمجرد ان احنا شفنا المشاهد دي، وحسينا فعلا ان احنا ما زلنا موجودين بعد ما كنا حاسين ان احنا كلنا متنا. والحمد لله رب العالمين ان جت قطر جزاهم الله خيرا جميعا، من اكبر راس فيهم لاقل واحد فيهم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الصوره اللي حضرتك بتنشرها اللي حضرتك بت 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 بتذيعها على الشاشه دلوقتي، ان هم بيصلوا والعلم بتاعهم تحت، بيصلوا وبيسجدوا على العلم، حاجه يا استاذ اسامه لما تتامل فيها كل هذه الصور ليها معاني كبيره قوي ومدلولات كبيره قوي، ربما تدرس، ربما يعودوا يتناولوها بالتحليل سنوات وسنوات في الغرب. انا بشكرك جدا يا احمد والله على مداخلتك، شكرا جزيلا ليك. يعني بمناسبة اللعيب رقم 21 اللي اتطرد، يعني أنا هسيب الرأي للناس، يعني للجمهور هم يحكموا عليه بما له وما عليه الحقيقة، مش هينفع أقول رأي يعني على الهوى، وأن كنت قلت رأي للزملاء قبل الحلقة يعني.